اخترت مشفى كلينيك اكسبرت لان في صديق اللي كان بمرحله صلع متقدمه شفته بعد سنه تقريبا، ما عرفته بالاول من وراء نتيجه اللي هو اخذها منكم، وهذا كان السبب اللي دفعني اتواصل معكم. كيف كانت تجربتك اثناء العمليه؟ كان في الام؟ ما كان في الام، لا كانت مرحله سلسه وعادي. تعامل كيف كان؟ تعامل بالعكس، التعامل كان كتير منيح من كل الطاقم، من مترجمين، من كادر الطب اللي ساعدني، من المتابعة بعد العملية، كلهم مناح ومحترفين، ما في عندي أي نقطة عليهم من هالناحية، كلهم مناح. تنصح أصدقائك يجوا يعملوا عنا عملية زراعة شعر؟ إيه أكيد. شكراً لك سيدي. شكراً لك، تسلم.